السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الصحة وصباح الجمال في حلقة مهمة جدا، حلقة التصفيات للموسم الثاني لمسابقة الصوت الذهبي، برنامج صوت بلدنا، دائما قناة الصحة والجمال، قناة التميز والإبداع. معي النهاردة فقرة مهمة جدا، الفقرة الأولى من مسابقة الصوت الذهبي. النهاردة معايا الشيخ سامي فاروق. يعرف نفس المشاهدين ورقمك كام؟ سامي فاروق، محافظة بني سويف، قرية أطواء، الرقم 29. تفضل مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أحسنت الشيخ سامي فاروق المتسابق رقم 29. طبعا معايا دائما الشيخ زكريا عبد الكريم المنسق الديني وفي لجنة التحكيم. النهاردة رأي حضرتك يا مولانا، احنا هنخلي تقييم الفقرة على بعضها اما يخلصوا الاولاد هنقيم الفقرة الاولى على بعضها في النهاية ان شاء الله. تمام تمام، نروح للمتسابق او المتسابقة الثانية. رباب احمد، عرفي نفسك يا رباب، ومن محافظة ايه ورقم كام؟
الاسم رباب احمد محمد، محافظه الجيزه، مركز العياط، رقم 42. اتفضلي يا رباب. مؤيد القران الكريم. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله. أحسنت يا رباب. بسم الله ما شاء الله. معانا أيضا رهف زينهم 34، محافظة إيه يا رهف؟ بقيت منشأة البدر مركز طرخة محافظة الدقهلية. هتسمعنا إيه النهاردة؟ القرآن الكريم. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا صدق الله العظيم. أحسنت يا رهف. في سنة كام يا رهف؟ الصف الرابع الابتدائي. بسم الله ما شاء الله. ادي لعمر. معانا عمر صلاح، عرف نفسك يا عمر ومن محافظة ايه؟ اسمه عمر عصام، محافظة القاهرة، رقم 38. سمعنا ايه النهارده؟ فطر صلاة الفجر. اتفضل. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد أعاسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا لرسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا لرسول الله لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا لا ندري
كيف تطرقتم برسول الله شلة عيد بتماديا قد حفرت قبرا يحويا بما قد رسمت وادينا ورسول الله ورسول الله وقلوب 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 أبدا لا تنسى. أحسنت يا عمر، بسم الله ما شاء الله. أنت في سنة كام يا عمر؟ خلي معاك المي. سنة كام؟ والإعدادي. والإعدادي أزهر ولا عام؟ أزهر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نروح بقى لجنة عبد الله. طبعًا كان لازم نطلع جنة عبد الله من المأساة اللي حصلت لها على يد محافظها القرآن اللي حكمت المحكمة الأسبوع الماضي، القضاء العادل المصري اللي بنكون له كل الشكر والتقدير بالمؤبد. بنحاول ان احنا نطلعها منها، وجبناها لاول مره تظهر معانا في برنامج صوت بلدنا مسابقه الصوت الذهبي. اهلا بك يا جنى، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. عرفي نفسك للمشاهدين بقى، محافظه ايه؟ انا اسمي جنى عبد الله محمد محمد، محافظه منقيه منشيه بلد، محافظه الدقهليه رقم 36. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. أحسنت يا جنة، خلي معاك المايك. أنت في سنة كام يا جنة؟ الصف السادس الابتدائي. السادس الابتدائي أزهر؟ مدرسة. حافظة قرآن كامل؟ أه. بسم الله ما شاء الله. بتحب توصلي رسالة، بتقول إيه لوالدتك كده وأصدقائك وجيرانك كده بعد الموضوع اللي حصل ده؟ مش هتعرف تتكلم. لا هتتكلم، أنا عاوزها تتكلم، عاوزها تطلع على المود اللي هي فيه وتوصل رسالة إن إحنا الحمد لله هنتواصل وإن إحنا الحياة ما بتقفش عند دوت، إحنا هنشوف بقى إيه حياتنا الطبيعية ونمارس حياتنا الطبيعية ونشوف دروسنا وننجح إن شاء الله ونبقى لنا مستقبل كبير إن شاء الله. إن شاء الله. توعدنا؟ اه. ماشي. معانا ركان أحمد. عرف نفسك المشاهدين ومن محافظة إيه ركان؟ ركان أحمد محمد، محافظة الدقهلية مركز مدغمر رقم 12. هتسمعنا إيه؟ إنشاد. إنشاد ديني، اتفضل يا ركان. لعلي أرى أفوز رضا وقلبي ورد الحب عرفاني، جميل ما له ثاني بأخلاق وإحسان وحاز بقربه فضل ورد الحب عرفاني. لعلي أزور أنال السرور وقلبي مجبور برؤيا الرسول
فحاز بقربه فضل ورد الحب عرفاني. كان بسم الله ما شاء الله أصوات من الأصوات المتميزة، فقرة جميلة جدا والله ما عاوزها تخلص يا شيخ زكريا، بس الفقرة اللي بعدها موجودة ما شاء الله كله ممتازين. الشيخ سامي ما شاء الله فكرنا بالمدارس القديمة المميزة، فموفق دائما إن شاء الله. ورباب بنتنا رباب الجميلة اللي متعودين منها دائما على كل جميل، أمتعتنا بقراءتها الجميلة لصورة قاف. والأمورة الصغيرة رهف في زينهم محمد حافظة القرآن كاملا وحافظة المتون وحافظة حاجات كتير جميلة برغم سنها الصغير ده، فده شيء يحسب لها شكرا ويحسب لوالديها ولدار التحفيظ اللي هي فيه. عمر عصام دائما ننتظر منك الأنشودات الجميلة، أنت وركان دائما ممتعين بتمتعونا بأصواتكم وإن شاء الله نستمتع بكم في الحفلة. أما جنة بقى حبيبتنا اللي احنا تاني مرة تظهر معانا، مش أول مرة، احنا أول ما عرفنا بالخبر كنا أول برنامج ظهرها في أول حلقات الموسم الثاني، والنهاردة بنكرمها تاني وإن شاء الله في الحفلة لها تكريم خاص لأن هي تستحق، وهي أصلا من غير أي شيء تستحق عشان حافظة القرآن كاملا. فربنا يبارك فيك وإن شاء الله اللي جاي لك يكون أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين نطلع لفصل قصير ونرجع ليكم تاني مع الفقرة التانية من برنامج صوت بلدنا، الصوت إزاي بقى واحد يروح حتة تانية. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم من جديد مع الفقرة الثانية من برنامج صوت بلدنا الصوت الذهبي، معايا الشيخ زكريا عبد الكريم، ونطلع الفصل سريع لأذان الجمعة بصوت الشيخ زكريا عبد الكريم، تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
لا إله إلا الله. بعد ما استمعنا لأذان الظهر من فضيلة الشيخ زكريا عبد الكريم، نبتدي فقرتنا الثانية من برنامج صوت بلدنا الصوت الذهبي. معنا الآن الشيخ أحمد صابر طه. عرف نفسك مشاهدينا مولانا، رقم كام؟ أحمد صابر طه، قرية كف الشيخ هلال، مركز ميت غم، محافظة التقالية، رقم 13. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الشيخ احمد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سيدي معانا ايضا محمد اسامه عبد الملك وعبد الرحمن اسامه عبد الملك التوامين. عرفوا نفسكم المشاهدين وهتسمعونا ايه النهارده؟ سوره الكهف. تمام، اتفضل. اسم محمد اسامه عبد الملك. خلي المايك في الوسط عشان الصوت يجي. اسم محمد اسامه عبد الملك. ودي لاخوك قول. اسمه عبد الرحمن اسامه عبد الملك. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه
بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كألا بل الله العظيم أحسنتم وربنا يبارك فيكم وفي أولياء أمركم. بسم الله ما شاء الله. ناخد المتسابقة جنة إيهاب. اتفضلي يا جنة. اسمي جنة إيهاب محمد من محافظة القاهرة رقم 45. اتفضلي يا جنة. الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا بشرى أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله أيها المكسور قل لي هل يديم الله كسرك يا عزيز القلب مهلا إن بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. الله عليك يا جنة. بسم الله ما شاء الله. في سنة كام يا جنة؟ 6 ابتدائي. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك. معانا أيضا بلال علاء أحمد. ازيك يا بلال؟ الحمد لله كله تمام. سمعنا ايه النهارده؟ اسمي بلال علاء أحمد سيد أحمد إبراهيم من محافظة الدقهلية سين بلوين عزبة أبو داود العنب. سمعنا ايه؟ رقم 37 إن شاء الله. قرآن. قرآن؟ اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا أحسنت يا بلال. بسم الله ما شاء الله. ماشي اتفضل. معانا سحر مرزوق حمودة. الصوت بقى اللي احنا هنستمتع بيه في نهاية الفقرة الثانية. عرفي نفسك مشاهدينا. سحر.
أنا صحة مرزوق حمودة، محافظة دمياط ومركز فرسكون، رقم 10. تفضل يا سام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. أحسنت يا سحر، بسم الله ما شاء الله. أنا مستمتع بصراحة شيخ في الفقرة التانية، أصوات طبعاً متميزة. اللي وصلوا للحلقة النهائية أكيد متميزين. الشيخ أحمد صابر طه دائماً يفاجئنا بجواباته الجميلة، عشان بس الكوفية حمرا بس. لا، كل ما يجي يكون محضر جواب محترم ما شاء الله. وطبعاً التوأمان وجنى، إحنا دائماً لنا، ربنا كرمنا بكل موسم لنا ترند. كان ترند الموسم الأول ندى عبد الخالق، الموسم الثاني ترند بتاعه محمد وأسامة عبد الملك وجنى، التوأمين وجنى، ربنا يبارك فيكم. دول في القرآن ودي في الإنشاد، ربنا يبارك فيكم. بلال علاء، ربنا يبارك فيك، دائما تأتي بكل جديد، انت بتشتغل على نفسك كتير ان شاء الله بالتوفيق. وسحر طبعا حسن الختام، وتفوقت في البداية وتفوقت في التصفية يا سحر، بالتوفيق ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، ودي كانت نهاية فقرتنا الثانية من برنامج صوت بلدنا، الصوت الذهبي الموسم الثاني. نطلع لفصل قصير ونرجع للفقرة التالتة، وحد يروح في حتة تانية. الصوت الذهبي. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد مع الفقرة الثالثة من برنامج صوت بلدنا الصوت الذهبي. معايا الآن نداء أسامة رقم 16. اتفضلي يا نداء، عرفي نفسك المشاهدين. نداء أسامة عبد السلام رقم 16. اتفضلي. أنت نور الله فجر، جئت بعد العسر يسر، ربنا أعلاك قدر، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحب ري، أنت هادي وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أفسرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختارون
احسنت يا نداء. بسم الله ما شاء الله. معانا منا محمد عبد الحليم، عرفي نفسك مشاهدينا يا منا، محافظه ايه؟ الاسم منا محمد عبد الحليم، محافظه الجيزه، مركز العياط، رقم 43. اتفضلي يا منا. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، صدق الله العظيم. أحسنت يا منة، أحسنت، بسم الله. معنا محمد عبد الرحمن، عرف نفسك المشاهدين يا محمد، ومن محافظة إيه؟ محمد عبد الرحمن إبراهيم صديق، من محافظة الشرقية، رقم 27. تفضل يا محمد. المسكفاح المسكفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا زهراء، أشكلي من ود وحالي، الله الله، وقل لمين النبي غالي، الله الله، أشكلي من وقت وحالي، وقل لمين النبي غالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله، المسكفاح المسكفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك، طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك، صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في الليل أراك. إيه الجمال ده يا محمد؟ بسم الله ما شاء الله، الشرقية دايما ولادة بالأصوات الجميلة، سواء في القرآن الكريم أو الابتهالات. أحسنت. معانا يونس أحمد، منين يا يونس؟ اسمي يونس أحمد الفاتحي، من قرية مراح الصدر، مركز بلقاس المنصور. أحسنت. رقم 40. محافظة الدهلية؟ اتفضل يا يونس. إن ربي لغفور.
شاء الله، احسنت. معانا يوسف احمد. الاسم يوسف احمد عبد الملك، قرية ضياص، محافظة طلخة، محافظة دهلية، مركز طلخة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. أحسنت يوسف. معنا أخيرا في الفقرة الثالثة أحمد محسن. عرف نفسك مشاهدين يا أحمد، ومحافظة إيه؟ أحمد محسن المنجي من محافظة الدقهلية، قرية بدوي، مركز المنصور. تفضل يا أحمد. يا رسول الله، يا رسول الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا شربت لذيذ الماء من عطش، ولا شربت لذيذ الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك بالكاس. أحمد بسم الله ما شاء الله، الأصوات متميزة مولانا. على السريع عشان ما عادش لا دقيقة. نداء ما شاء الله بتشتغل على نفسها كتير، وإن شاء الله شغلك هيجيب نتيجة. أما منا فبارك الله فيك وفي معلمكم، لأنه بيشتغل عليكم كتير وأنتم بيبان عليكم الشغل فعلا. ربنا يبارك فيك يا منا. محمد عبد الرحمن، احسنت يا محمد بالتوفيق ان شاء الله. يونس احمد الفاتحي دايما تمتعنا. ويوسف احمد عبد الملك، احسنت يا حبيب، التوفيق ان شاء الله. وحسن الختام استاذ احمد محسن المنجي. نقول بقى ان شاء الله المبتهل القادم ان شاء الله باذن الله تعالى. من الاصوات المتميزه اللي حضرت معنا النهارده في الفقره الثالثه، كل شكر والتقدير للأستاذ السيد المزغوني على المواهب الممتازة اللي كل يوم بيمتعنا بمواهب جميلة وأمتعت المشاهدين في برنامج صوت بلدنا على مدار الموسمين التاليين. معنا إهداء أو تهنئة من أسرة برنامج صوت بلدنا للإعلامية هناء الليسي لزواج شقيقها الأستاذ محمد إبراهيم الليسي وكل عائلات الليسي بقرية طنبارة مركز سنبلاوين، ألف مليون مبروك. أعزائي المشاهدين، انتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج صوت بلدنا الصوت الذهبي. دائما كل ما هو جديد معي الشيخ زكريا عبد الكريم فريق الإعداد اللي تعب معانا. كل شكر والتقدير لقناة الصحة والجمال.